وهي الأعشاب ترى مجالها طويل يعني يبغى لها برامج يعني. طبعا مشاهدينا فقرتنا الأخيرة عن رياضة الغوص، طبعا رياضة الغوص من أجمل الرياضات وأخطرها على حياة الغواص، إذا لم يتبع التعليمات بدقة فالكثير تستهويه فكرة تحدي الأعماق دون وعي بخطورتها وما قد يعنيه من مشكلات عدة حال لم يتبع ضوابط عملية الغطس. طبعا مع بداية الإجازة تبرز الأنشطة والرياضات البحرية اللي من أشهرها هواية الغوص اللي أنا أموت فيها وأعشقها. نتعرف أكثر مشاهدينا على جماليات هذه الهواية واشتراطات السلامة فيها. يسعدنا أن يكون معنا المدرب المعتمد في رياضة الغوص الكابتن معتز بدوي. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك من المدينة المنورة. اهلا وسهلا، كيفك استاذ عبد الله؟ اهلا اهلا، بخير الله يحفظك. كيفك استاذ بدور؟ احنا سعداء باطلالتك معنا كابتن. في البدايه بس احب اني اعدل الاسم. ايوه تفضل. احب اعدل الاسم بس معتز بري وليس معتز بدوي. ونعم فيك، احنا نرحب بالكابتن معتز بري معنا، ونبغى نتكلم عن الشيء اللي استهواك في الرياضه وكيف تعلمتها يعني الى الاعماق، الدخول الى عالم اخر. والله هي التجربة حقت الغوص طبعا بحد ذاتها تجربة ممتعة، تكمن في انك مثلا بتنقلك من عالم فوق الماء الى تحت الماء، وتجرب التجربة اللي هي انك تجلس فترة في تحت الماء فترة طويلة، فهذه تجربة جدا ممتعة، بالإضافة الى انك تشوف يعني مخلوقات الله وإبداع في الخلق، أسماك بمختلف الأنواع، مرجان الى آخره. نعم. طبعا الدورات هذه من منظمة بادي تتمثل في دروس نظرية ودروس مسبح، في الأخير إلى تطبيق في البحر، في الأخير يحصل المتدرب على بطاقة تمكنه أن يغوص في جميع أنحاء العالم. نعم. طيب ذكرت أنه في تدريبات، يعني رياضة الغوص تحتاج إلى تمارين وتدريبات معينة، يعني هل تقومون فعلا دورات تدريبية على أساس أنه يكون في فعلا يعني قبل ما يبدأ في الغوص يكون أخذ تمارين كافية لهذا الشيء؟ أكيد هذا الشيء، وبس اللي بتصير المشاكل دحين حاليا واللي حبيت أني استعرضها اللي هي الوفيات، تكمن الوفيات في نقص في التوعية، فأنا أفضل يعني من المتدربين بعد من المدربين اللي ينتهوا من الدورة التدريبية مع المتدربين حقونهم إنه يعطوهم توعية أكيدة ويأكدوا عليهم في التوعية بقواعد الغوص الآمن. قواعد الغوص الآمن هذه إحنا نشبهها زي قواعد المرور، يعني مثلا قطع إشارة ممكن يترتب عليه حدوث حادث، فتحدي الأعماق في بعض الشباب، يعني احنا حدنا في الغوص الترفيهي تقريبا 120 قدم بمعادل تقريبا 35 متر، فاي تجاوز لهذا العمق الترفيهي ممكن يعرض حياته للخطر، بالاضافه الى انه في مستويات في الدورات، يعني مثلا دوره الغواص المبتدئ حده تقريبا 60 قدم الى 18 متر، بينما الغواص المتقدم حده الى 120 قدم بمعادل تقريبا 32 او 33 متر، فأي تجاوز لهذا الشيء مستوى العمق الخاص بالمستوى التدريبي له يعرض الغواص إلى الخطر. طيب كابتن معتز، أكثر الفئات العمرية المقبلة على هذه الرياضة الجميلة والخطيرة في نفس الوقت، إيش هي الأعمار اللي حابة تتعلم هذا الشيء؟ والله هي طبعا هو مستوى التدريب بالنسبة للمرحلة العمرية يبدأ من 10 سنوات، فبإمكان أي شخص يعني من 10 سنين وما أعلى ممكن أنه ملتحقه، ومن كل الجنسين يعني الجنسين الذكر والأنثى، فما عندك أي مشكلة فيها، فالإقبال في أعتقد في جميع كل الفئات العمرية ما فيها أي يعني فئة معينة. نعم. قبل أسبوع حدثت حادثة غرق الغواص، يعني برأيك وش السبب؟ وهل التيارات لها دور كبير في دخول البحر أو عدمه؟ يعني في الحالات اللي تحذرون أنه لا ما يدخل في البحر، وفي الحالات اللي لازم يكون يغوص يعني يدخل البحر. طبعا أكيد هذا أستاذ بدور، أنا حابب نتكلم بشكل مفصل في هذا الأمر. طبعا الشخص لما مثلا أول شيء لابد أنه يروح مع الرفقة الطيبة، الرفقة الطيبة معناته مثلا يعني مجموعة من أشخاص ممكن تسيرني إلى شيء صحيح وممكن تسيرني إلى شيء خطأ، يعني أنا مثلا لو أني غواص متقدم وحدي 120 قدم
يجي يقولوا لي خلينا ننزل 120، اذا هنا في تحدي في الاعماق. بعد ما يطلع يقول لك انا والله نزلت 150 وفلان نزل 160 وانا ان شاء الله حنحاول المره الجايه ننزل، فهذا الكلام خطا. وهي لها طبعا العديد من الاعتبارات. الاعتبار الاول لابد انه انا لما بدي انزل غوص في الاعماق لابد اني انزل احطاط نفسي بالعديد من التعابير او الاجراءات. زي ايش؟ اولها اول اجراءات هذه اني انا اجهز المعدات حقتي انها تنزل تحت بشكل سليم، فاتاكد منها قبل ما انزل الى الاعماق هذه. غير كده نكسر شيء اسمه تحدي في الاعماق، لانه البحر ما حد يتحداه. الشيء الثاني لو في تيارات لازم واحد يحكم عقله، هل انا اقدر انزل في هذا التيار ولا لا؟ قبل ما انزل بستشير الناس الثانيين، كيف الوضع في البحر؟ هل هو مناسب؟ هل هو غير مناسب؟ فيقولوا بدوني الاخبار، والله في مثلا تيارات او ما في تيارات او في رؤيه سيئه. فاعتمادا على الاخبار او التفاصيل اللي بيعطوني هي انا اقدر احدد غطستي، هل هي عميقه حتكون او اقل عمق او في مياه ضحله الى اخره. فبهذا الشكل. وغير كده طبعا من الاشياء اللي تقود انه ممكن يعني مثلا تسبب خطر في حياه الانسان اللي هو استخدام المسدسات. المسدسات او الصيد في البحر، يعني ممكن واحد يطارد له مثلا سمكه بيصيدها بتنزل في الاعماق وهو ما بيتابع قد ايه بينزل. فيتفاجئ انه نزل اعماق ويتفاجئ انه الهواء انتهى عليه، فبيحاول انه يطلع بشكل سريع. فهنا طلوعه بالشكل السريع معناته كسر قاعده من قواعد الغوص الامن. لازم يطلع معدل قدم في الثانية الواحدة، فإذا تجاوز هذا الطلوع يعني مثلا قدمين في الثانية الواحدة معناته طلع بشكل سريع، وممكن أنه النيتروجين المترسب في الأنسجة والمفاصل حقة الجسم ممكن أنه يطلع بشكل سريع، لأنه النيتروجين بيتحول من حالة غازية إلى حالة سائلة في المفاصل. فلما أنت بتزيل الضغط عنه بطلوع سريع معناته حيتحول من الحالة السائلة إلى حالة غازية ويكون بؤرات. البؤرات هذه تنتقل في الدم وممكن تسد الدم إلى الدماغ، ممكن أنه الشخص يصاب بمرض انخفاض الضغط، وهذا لعدة مراحل من للمرض. طيب فلا بد أنه على طول يسعف ويعطوه الأكسجين ويسعف إلى أيوة تفضل. ممتاز أستاذ معتز، يعني أنتم هل لكم مشاركة مع فريق الإنقاذ؟ يعني لك مشاركة في الإنقاذ ولا بس يقتصر دورك على التدريب؟ والله انا دوري في التدريب بس، احنا نعطي دوره اللي هي غواص منقذ يعني للحالات اللي هي الرحلات والحالات اللي هي مثلا النزول العادي والطلوع. لكن يعني الحادثه هذه اللي صارت في جده قبل 3 أسابيع كانوا في مجموعه من المدربين متطوعين في عمليات الانقاذ. للاسف يعني في كابتن مدرب لقى يعني مصرعه في وقت البحث، فاحنا ما نبغى نزيد يعني المشكله مشكلتين. فلو كان في فريق بحث او فريق انقاذ متخصص نعم يعني الغرق حدث برضه نفس الاسباب، نزل اعماق بدون ما يحتاط فيها. ايوه نزل اعماق كسر اعماق على اساس انه اتوقع انه كان هو على 160 قدم نزل اكثر ممكن وبيشوف هل هو فيه ولا لا، بس انه ما اخذ تدابير لازمه او الاجراءات السليمه لعمليه النزول عشان يقدر يعني يطلع بشكل سليم. فللاسف يعني في مقولات تقول انه طلع هو ميت المدرب اللي بحث عنه، وفي مقولات تقول انه تم اسعافه وفي الاسعاف فارق الحياه. طيب كيف تعرف الليمت؟ يعني كيف تعرف الحد اللي مثلا 160 قدم تحت سطح البحر؟ يعني كيف تعرف هذا الحد اللي لازم توصل له ما تتجاوز الى اعمق؟ يعني خاصة طبعا احنا في الدورات حقتنا ايوه المتطوعين يعني هذا يعني في 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 مدربين في امكانهم ان ينزلوا 60 متر في معادل 200 قدم. نعم طبعا باعتبارات خاصة انه في دورات اسمها تيك ديب يقدر يلبس 4 أسطوانات وينزل بيها. بس انا صراحة ما كنت حاضر الحادثة هذه لانه ما نعرف ايش سووا المدربين هناك، بس احنا بنقول يعني مفترض انه لعمليات الإنقاذ لازم تكون في فرق إنقاذ محترفة في عمليات الإنقاذ، فلازم ينشوا هذه هيئة أو منظمة. طيب. لعمليات الإنقاذ للحالات الغرق أو الحالات اللي البحث عن الغواص المفقود. حنا شاكرين لك إطلالتك الجميلة معنا، والوقت دائما يدهمنا في الساعات الأخيرة من
يعني خصوصا مهم هذا الموضوع، وان شاء الله انك توعدنا انك تكون معنا ضيف في الفقرات القادمه الاستاذ معتز بري. شكرا جزيلا لك، يعطيك العافيه، الله يخليك. شكرا لك كابتن، ونتمنى السلامه للمدربين والمتطوعين والغواصين والجميع. اكيد مشاهدينا وصلنا الى نهايه لقائنا فيكم اليوم، لقائنا باذن الله يتجدد بنفس المكان والزمان على نافذه الوطن. اكيد نتمنى لكم متابعه ممتعه مع بقيه البرامج الاولى. الى اللقاء.